وطبعا تكلمنا على كل السلام عليكم، كيف شو هتكونوا بخير وعلى خير؟ جولة جديدة في عنابة. هنا بينا نصوروا وين سنكلو رهنا مماجي تشبي مع الكورنيش نبدأوا مع العمل كل مرة ونيدينا المكتب أكدت القدرات لي شو ما نلقى حاجة في الراديو منذ زمن نسمعها وفي مثل هذا Le quatrième quart de finale, c'était le choc, on va dire, entre l'Égypte et le Maroc. Finalement, c'est l'Égypte qui l'a remporté plutôt 2-1 dans un match qui est allé en prolongation, un match qui a été, on va dire, haché. On n'a pas vu, on va dire, du bon football dans cette rencontre. Oui, c'était un derby entre eux. ما تبعثوا مساجات بيكم عشنا أقوى حكايات عند صورتين شمسيتين ووثيقة إثبات الإقامة. إن الخدمة الوطنية إجبارية لكل المواطنين الجزائريين البالغين من العمر 19 سنة كاملة حسب المادة 3 من القانون رقم 14/06 المؤرخ في 9 أوت. وكذلك الإفريقي مثل الألعاب العربية مثل الألعاب الإفريقية لكن تدريجيا يعني استراتيجية عرفت نوع من التراجع لما في جاء يعني ترشح جزائري لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط كانت استراتيجية هذه توقفت ومن وقت وصول شوبي
لكن مدام موسي تمشي أكثر من هك وتقول أن النية لعدم من المحساس المفروضة هي ورد. أقول قائل مدام موسي كان عندها حجج على ذلك علاش تمشيش القضاء ولا غيره. تفضل زياد بريمير رياكسيون شو رايك؟ بريمير رياكسيون ثم كيفاش نقولوا اسوسيسيون ديمال، يعني ثم ترابط بين صور معينه. الصوره الاولانيه هي عشريه الخلق ترجمة
نمشي اكثر من زياد. انا من رايي انه الكلام هذا نتاع خو قيس سعيد حضر في لك على فما حميد النايف. حميد النايف اللي هو بارونتيز اللي ماهوش اخوان زياد. حميد النايف اللي يسرى مفرش بتاعنا عنده عقود معناها حضر في لك وغيرها مشارك في كذا وغيرها عنده ملاء ربط كنت حش عجوش عجين دون قيس سعيد اخوان يظهر لي بيان بيشن في نفس الهدايات اللي يعمل قيس سعيد يحكي على مسألة كده شوية هو انفع مش كده كده مسألة كيف جبنا المكتوب هنا وين سيدي عيسى وحلل الجمعيات بجرد قلم ودرا شنو لكم دبوسي تقول لي احنا مشينا للقضاء واحنا معتصمين دونك فرانشمان هل هلم هذيك الشخص معناها معناها الحقيقه معناها باش نعملوا مع هذا الكل احنا اول ما نظل لي ثم بصفه عامه اول ما نعملوا انه concrètement qu'est-ce que cela va changer les détails tout à l'heure. Puis à pétrole, les prix dépassent les 91 dollars à deux jours d'une réunion de l'OPEP. À quoi est due cette hausse et s'inscrit-elle dans la durée? Réponse dans notre journal. À l'étranger, le torchon brûle entre Bamako et Paris. Les autorités de transition décident du renvoi de l'ambassadeur français après des propos hostiles de responsables français. Une décision soutenue par la rue malienne et justifiée selon les analystes. Éclairage dans cette édition. BMS Vanfort en cours ce mardi. La protection civile appelle à la vigilance, notamment sur les côtes. Et puis de la culture et également du sport dans notre journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, les contaminations sont en baisse depuis plusieurs jours. La situation reste toutefois inquiétante selon les spécialistes de la santé. Ces derniers reçoivent favorablement la circulaire du ministère de la Santé. Le ministère abaisse la durée de convalescence du Covid-19 à 7 jours. Sophie Boukacha. Jours de convalescence pour les malades Covid passe à 7 jours au lieu de 10. Pour les spécialistes de la santé, cette durée est suffisante. Les atteints ne sont plus contagieux. Professeur Reda Malek Hamidi, chef de service réanimation du CHU de l'UMSI. حتى نعطي للمشاريع المختارة يعني نهائيا وقت كافي لتحضير هذه العمليات الهامة جدا وإن شاء الله الحفل الافتتاح والاختتام يكونوا على مستوى تطلعات السلطات البلاد وأبعد من هكذا من هذا يعني تطلعات الشعب الجزائري بنجاح هذه العمليات ان شاء الله. هو نتمنى ما هو الشعار الذي اختير لهذه الدوره ستحمل هذه الدوره؟ الشعار الذي ستحمل هذه الدوره؟ الشعار انشو كاين شعارين، كاين الشعار الرسمي اللي هو وهران في القلب وهذا له جانبين، الجانب الاول مواطنين وهران اللي يستقبلوا كل الضيوف، الضيوف الاجانب والضيوف الجزائريين يعني وهران في القلب وكذلك المعنى اخرى اللي هي كل الشعب الجزائري له وهران في القلب يعني شعار وحدة وطنية عن طريق هذا الحدث الرياضي الفرح اللي نعيشوه مع بعض اللي يعيشوا مع بعض كل الشعب الجزائري ان شاء الله في الوقت هذا. الرسالة الثانية ستكون تدريجيا تتجسد هي جزائر ارض السلام.
وهذه كذلك هامة جدا. وعلى جانب هذه الرسالتين كاين كذلك الطابع الخاص اللي هام جدا باش يكون طابع خاص للدورة المتوسطية طابع 19، وكل قدرات وهران وجزائر بإمكانياتها الثقافية والسياحية وكل أبعاد أخرى. الجانب آخر جانب تاع البيئة، يعني وأهمية الدفاع عن البيئة ومشاركة المجتمع المدني تاع وهران في الدفاع عن البيئة، لأن البيئة نقطة هامة جدا في السياسة تاع اللجنة الدولية للألعاب البحر الأبيض المتوسطة. الآن يعلق المراقبون آمال كبيرة على دورة الجزائر المقبلة للألعاب المتوسطية لعدة اعتبارات، من أهمها ما تحظى به الجزائر من تقدير متوسطي ودولي، وتم تتمتع به أيضا من قدرة مثل ما قلتم على التنظيم الجدي. هل ستنجح مدينة وهران في تقديم الصورة المطلوبة عن الجزائر، وهل ستنجح أيضا في رفع التحدي تنظيميا ورياضيا لتكون دورة مميزة بكل أبعادها؟ ستنجح وهران وتنجح الجزائر في هذه العملية وهذا التحدي. طبعا صورة الجزائر تهم كل الشعب الجزائري، وبالدرجة الأولى السيد رئيس الجمهورية اللي يعني ضغط على النقطة هذه هامة، وخاصة في الاستقبال هذا. حدثنا أكثر عن فحوى الاستقبال. هو عنده يعني الإرادة قوية لكي صورة الجزائر تكون بارزة، ولهذا نحاضر ديما على التغيير. La monde doit être payée dans un délai de 45 jours à compter de la date de saisie afin de pouvoir lever cette saisie et restituer le permis de conduire. Une mesure saluée notamment par ces chauffeurs de taxi rencontrés ce matin à Alger. Ça c'est bien pour nous, surtout que nous travaillons avec le permis de conduire et on fait très attention à ne pas commettre d'erreurs, sinon on devra passer notre temps dans les cafés. Moi ça me plaît, comme a dit mon confrère, le permis de conduire est notre gagne-pain, on est pour l'application de la loi. Si l'automobiliste continue à rouler au-delà des 10 jours sans avoir payé l'amende, et selon l'article 81 de la loi 0114, il risque une peine de prison entre 6 et 12 mois avec une amende qui peut aller de 20 000 à 50 000 euros. 5 personnes ont trouvé la mort et 13 autres ont été blessées suite à un accident de la route survenu ce matin au Bolgla. Selon la protection civile, l'accident a impliqué un bus de transport de voyageurs, un camion semi-remorque, un véhicule touristique. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. L'insularité et la perturbation dans la circulation des trains de la banlieue en partance d'Alger et les trains de grand vitrine en raison d'un arrêt de travail des conducteurs. Un débrayage sans préavis selon le communiqué de la SNCF. On va parler exportation. Deux produits algériens arrivent en tête des exportations, El Kharoub et la dette, qui est en troisième position mondiale. Déclaration ce matin de Ali Bainazli, il était l'invité de la rédaction. Nous avons sur les 100 millions de dollars à peu près 160 produits agricoles qui sont identifiés dans l'exportation. Et sur ces 160 produits agricoles, nous avons en tête deux produits remarquables. C'est les dattes, bien sûr, avec 72 millions de dollars réalisés en 2020 et à peu près 20 millions de dollars dans les carreaux bidérides. La date, c'est un exemple à suivre en matière de stratégie agricole. On était à 600 000 tonnes depuis 2013. Nous sommes passés à 1 200 000 tonnes. Ce qui fait que l'Algérie est passée au niveau mondial du 9e rang au 3e rang. Nous sommes devenus visibles et nous sommes passés de 23 000 tonnes en 2014 à 67 000 tonnes en 2020 et à peu près 68 000, 70 000 tonnes en 2021. On a multiplié par 3 nos exportations dues à l'investissement dans l'agriculture. Voilà, donc c'était Ali Bainazli, président de l'ANEXA, l'Association nationale des exportateurs algériens. Nouvelle hausse du pétrole aujourd'hui à deux jours d'une réunion de l'OPEP+. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mer, cette avion s'inscrit-elle dans la durée? Maintenant, c'est avec Hakim Akar. C'était quasiment prévisible d'après un nombre d'observateurs spécialistes des questions énergétiques et politiques confortées par les projections de l'Agence internationale de l'énergie. Le marché pétrolier réagit aux influences diverses. Il a encore grimpé pour atteindre les $90 au grand bonheur des pays producteurs et des investisseurs. Cette envolée est due à un certain nombre de facteurs. Ils sont à l'heure actuelle en priorité géopolitique. Géopolitique sous-entend aussi psychologique. La crainte d'une baisse drastique de l'offre de pétrole sur le marché mondial fait paniquer les pays consommateurs. Alors qu'est-ce qui engendre cette baisse? Il y a des tensions qui sont montées crescendo dans le Golfe, où les rebelles yéménites Houthis ont détruit des installations pétrolières aux Émirats arabes unis. Il y a une crainte de baisse de l'offre, évidemment. Il y a les tensions entre l'Ukraine et la Russie, comme signalent les analystes politiques. Ce conflit pourrait aussi entraîner des perturbations de l'approvisionnement en gaz russe. Le rôle des conflits a un double effet, amener un coût sur consommation d'énergie pour les États en conflit, mais aussi en même temps réduire drastiquement les capacités de production et d'approvisionnement du marché et évidemment des clients. Il y a aussi l'OPEP, ses alliés, dont la Russie, qui auront participé grandement à l'absorption surproduction opérée en 2014 par les États-Unis qui ont fait chuter les coûts du pétrole au bénéfice des pays consommateurs. S'agit-il de ces conflits qui ont posé la peur du manque de كبيرة بدون متطلبات يعني منشآت رياضية خاصة. نعم سيد الوزير، في البداية قلت أن هذا الحدث له أبعاد سياسية واقتصادية وحضارية وثقافية، ويعول عليه كثيرا أن يرفع من أرصدة الجزائر التي لطالما برهنت أنها في حجم الحدث والتظاهرات العالمية أي زخم تكتسي هذه التظاهرة الرياضية ذات الأبعاد الاستراتيجية بالنسبة لبلدنا. هذا الزخم هذا اللي هدرت عليه لا. في البداية كانطلاقة جديدة، نعم انطلاقة جديدة بعد خروج من أزمة مختلف الجهات، والآن الدخلة في هذه المرحلة الجديدة ستكون عبر عدة عمليات، ومنهم العملية الرياضية هذه ولها أبعاد أخرى. مثلا يعني إيران على استخلاص هذه المستحقات اللي تنجم راهو اللي تنجم تجنبنا ذهبنا نهار ما نسمع تونس على الموارد الداخليه. نعم على ايضا مساله الاعفاءات والامتيازات الجزائيه، حكينا برشا على الاعفاءات وعلى الامتيازات الجزائيه اللي معناها يتمتعوا بها برشا ناس، اللي تكلف خزينه الدوله 5144 مليون دينار سنويا حوالي 4.97 مليار للناتج المحلي الخاص. هذا في التقرير ان الفقرات الجزائيه والانتاجات الماليه الملحق بمشروع قانون البنيه تاع سنه 2021. نعم على هذا يؤكد على انه كيف جبنا المكتوب هنا في الهبطه تاع لاري فيليب مع ديريكسيون الكور نورمالمون لتسلمه إلى رئيس المجلس إبراهيم بوغالية خلال أسبوع.
نائب رئيس اللجنة سعد المحلي كشف للقناة الأولى عن إحصاء 20 سبباً يقف وراء أزمة ندرة بعض المواد تفصل فيها اسمها العصبية في هذا التقرير. بعد استكمال تحقيقها حول ندرة بعض المواد الأساسية في السوق، اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني في اجتماعات من أجل إعداد التقرير النهائي الذي سيسلم لرئيس المجلس الشعبي الوطني بحر الأسبوع. سعدي محلي نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية التنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني. عقدت أمس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني لقاء تشاوري وتكميلي لإعداد التقرير الذي سوف يرفع إلى السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني في أقرب الأجل. التقرير بإذن الله في إعداد التلامس الأخيرة. لجنة التحقيق بالمجلس الشعبي الوطني لقادة سيارات ميدانية لأكثر من 10 ولايات التقت من خلالها المسؤولين المحليين وقدر المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب الشركات الجزائرية المنتجة للمواد وسعة الاستهلاك، كما استمعت لآراء تجار الجملة والتجزئة. اللجنة قامت بزيارات ميدانية لمعاينة يعني حقائق ندرة بعض المواد الاستهلاك الواسع، حيث اللجنة قامت بزيارات بداية معسكر ووهران في غرب الوطن وفي الشرق والبواقي والصيف وبجاية، ثم انتهت هذه العملية على سلسلة سيارات في جنوبنا الكبير في أدرار وبرج بلج المفتاح. حسب لجنة التحري البرلمانية فإن التقرير تضمن حوالي 20 سببا يقف وراء أزمة الندرة، من بينها رفض إجراءات الفلترة ومشكلة التوزيع. صحيا يكثف المرصد الوطني لليقظة وتوفير الأدوية من عملية رقابية من أجل ضمان وصول الأدوية إلى المرضى المصابين بكوفيد 19، ويواصل المرصد سلسلة لقاءاته بموزعي قناة لاري أسلح حسين بكم دوروا مليئة مع لاري بيجو التي تدخل في بروتوكول علاج فيروس كورونا خاصة في المناطق البعيدة والنائية. ورقم علي يحش متابعة عمليات توزيع الأدوية خاصة المجددة في الاجتماع الاستثنائي للمرصد الوطني لليقظة لتوفر المواد الصيدلانية. لجاج الويزا مفتشة عامة بوزارة الصناعة الصيدلانية. طلبنا من الموزعين أن يكون هناك متيا ميزا صندوق المية. موزع لازم نروح باغ إكزومبل بالشرق باسكو عندي لا دوموند، وعلاه ما نديش الحصة تاع هذا الفارماسي من عند موزع واحد آخر، وقلنا لهم أنه يشتغلوا بالتنسيق. اقتراحات طرحت من قبل الجمعية الوطنية للموزعين الصيدلانيين بهدف تجنيب كل العوائق التي تحول دون توزيع الأدوية التي تدخل في البروتوكول العلاجي لكوفيد 19 للمناطق النائية وفي مدة 48 ساعة. دكتور معمر شملال رئيس الجمعية. بالنسبة لأدوية البروتوكول العلاجي كوفيد 19 بالنسبة للباراسيتامول حوالي 22 مليون تتبيع بين جرعتي 500 ملي جرام و1 غرام يعني 600 ملي جرام و1 غرام. كمان جرعة توزيع ثلاث ملايين وحدة هذا الأسبوع بالنسبة لجرعتين 500 ملي جرام و1 غرام بالدواء رينوكسافارين. في الأفق دفتر شروط جديد يخص موزعي الأدوية سيكون جاهزا خلال الأيام القادمة. وللقضاء على الإشاعات التي يتم ترويجها عبر وسائط التواصل الاجتماعي، شدد القانون على معاقبة المتسببين في نشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة بهدف زرع البلبلة والشك في أوساط المواطنين خاصة فيما تعلق بالصحة العمومية. تقرير سيد علي دربي. التأكد من صحة الأخبار المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستقاؤها من الجهات الرسمية والمصادر الموثوقة السبيل لدحض الشائعات. محافظ الشرطة رئيس دخلية الاتصال بأمن ولاية الجزائر هاشم أمان. تدفق كبير للمعلومات عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي كثيرا منها يعني مغلوطة. احنا ندعو المواطنين الى الابتعاد عن المواقع الغير الرسمية. هناك فرقة خاصة محاربة الجريمة المعلوماتية لرصد ولمتابعة ولمكافحة هذا النوع من الجرائم. الترويج للأخبار المغلوطة له تأثيرات سلبية على الفرد والمجتمع. الأستاذة صباح ساعد مختصة في علم الاجتماع. تأثير كبير على مختلف جوانب حياة الفرد، ومما لديهم من ثقافة التكذيب، التفكيك في المعلومة مهما كانت هذه المعلومة من مصدر موثوق أو من بعض، لديهم ثقافة تصديق كل ما ينشر. 3 سنوات حبس لكل شخص يحرف ويفبرك أخبارا أو ينشر الشائعات. نور الدين جواني محام معتمد لدى المحكمة العليا. عقوبة مستحدثة لكل يعاقب بالحبس من 1 إلى 3 سنوات كل من ينشر أو يروج عن
عمدا بأي وسيلة كانت أخبارا أو أنباء كاذبة بشأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، وتضاعف العقوبة في حالة العودة. وبانتشار المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير بين المواطنين، وجب تمحيص الأخبار وتفادي الانسياق وراء خطابات الكراهية والتأجيج للحفاظ على استقرار وأمن المجتمع. تواصلون الاستماع إلى هذه الأنباء من إذاعة الجزائر. أعلنت السلطات المالية أنها أمهلت السفير الفرنسي بباماكو 72 ساعة لمغادرة البلاد، وذكر بيان للحكومة المالية بثه التلفزيون المحلي أن هذا الإجراء يأتي عقب تصريحات وصفت بغير الودية التي أدلى بها مؤخرا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لوتريان تجاه السلطات الانتقالية المالية. وحسب عمر سيد محمد كاري كانشيتي صحفي مالي متابع للشأن الأمني، ليكيب من نروح والعرض من بعديس وهنا كمل الفيديو تاعنا شكرا لكم وموصلنا على الوقت شمنا شفت شما فيه الفيت شمنا مولا كم إن شاء الله تكون عجبتكم الجولة ليكيب، خليكم على خير ونقول لكم تلاقى وغدا إن شاء الله. السلام عليكم. التي وصف فيها نظام الحكم في باماكو بأنه غير شرعي في إطار تعامله مع القوات الدولية المتواجدة على الأراضي تعدادها 100 جندي. هذه الخطوة لم تستثقها فرنسا، وأقدم وزير الخارجية على تلك التصريحات التي اعتبرتها باماكو أنها تحدي على سيادتها، وبالتالي أعلنت طرد السفير الفرنسي وإهانة 72 ساعة لمغادرة الأراضي المالية. نصل إلى شريط المختصرات الدولية مع أمين حبر. يمشي ويمشي. اللبنان الليبي يحدد 8 فبراير الجاري موعدا لاختيار رئيس وزراء جديد، ومجلس الأمن الدولي يمدد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. منسق الأمم المتحدة للإغاثة يحذر من الوضعية الإنسانية المتدهورة بالساحل الإفريقي بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة. ممثل روسيا بالأمم المتحدة يدعو واشنطن إلى تشجيع كييف على تنفيذ اتفاقية المصالحة. أسعار الذهب الأسوأ تتخطى 93 دولارا على خلفية التوتر الجيوسياسي لشرق أوروبا. الاجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد امس الاثنين في مقر الاتحاديه، وبخصوص عمليه مرتبطه بالمرسوم التنفيذي للاتحاد.
المتعلقه بمنع تعدد المناصب التي يطبق كذلك على اعضاء المكتب الفيدرالي على غرار كل من الرابطه الجهويه لكره القدم لعنابه سعيده والرابطه الولائيه لكره القدم لولايتي الجزائر العاصمه وشلفه. فقد حدد المكتب الفيدرالي تاريخ 17 فبراير الجاري.